أشرف وزير النقل كمال بلجود اليوم الاثنين على تدشين خط السكة الحديدية تسمسيلة بوغزو لمسيلة الذي يبلغ طوله 290. كمال بلجود وخلال تدشينه لهذه المحطة وقف على جميع الخدمات والمعدات اللازمة، أين صرح بأنها تطابق المقاييس العالمية. وستنطلق الرحلة الأولى على الخط غدا الثلاثاء على الساعة 5 صباحا من محطة برج بوعريج مرورا بالمسيلة الجلفة بوغزول وتيارت وصولا إلى تسمسيلت، وتقدر مدة الرحلة الكاملة 4 ساعات و11 دقيقة، فيما تنطلق رحلة العودة من محطة تسمسيلت عند الساعة 4:30 مساء.